نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت الله الأول بلا بداية وأنت الله الآخر بلا نهاية قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء فتحت أبواب التوبة للتائبين بعدما عصوك فكانوا مقبولين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله حقا في الكون رب يعبد في حقيقة كائناته فلا منازع له في ملكه ولا شبيه له في صفاته تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات وأزهار هي الذهب السبيك على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رمز الكمال وكمال الجمال وجمال الوجود سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاتم اللذات فقالوا وما هذه اللذات يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الموت مفرق الجماعات ومبكي الأمهات ومذل للبنين والبنات فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل إلا أن نستمع ونعود إلى ساحة القرآن الكريم ليلة التكريم مراحلنا الكريم عليه رحمة الله حق ريان هاشم عبد الجليل أسأل ربي بحق هذا اليوم أن يجعل القرآن هدية له في قبره هو لي ذلك والقادر عليه ارتقى منصة التلاوة الآن قطب اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والقارئ الذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا بارعا متقنا في كتاب الله والمتخرج من بيت عشعش في جدرانه القرآن من والد وإخوة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم.
أنك عبدي بني قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في كان مخلصا
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون ضيا فسوف يلقون ضيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا إلا من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
لا شيء يعدل إيماني بقرآني. الله أحيا به الدنيا وأحياها، آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفض وجداني. آياته رب العرش يبيعها، أو أعجزت بكل جد وإنساني. النور يعمرني ويعمر من حولي لما أرى ربي نداني بقرآن. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر تنزيل من رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدت القلوب بالقرآن الكريم من فضيلة العلم القرآني الذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا بارعا في كتاب الله، والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة، فضيلة القارئ الشيخ محمد بسوني عوض. ليلة تكريم صاحب الخلق النبيل والأدب والواجب في كل مكان، عليه رحمة الله الحج ريان هاشم عبد الجليل. أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية له في قبره، هو لي ذلك والقادر عليه. تقدم بخالص الشكر والتقدير يا
أبدا عن إخوته الكرام وعن جاره الأعلام وجميع أسر وعائلة الشيخ بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. أشكر أيضا صاحب الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية إدارة الحاج عبد ورز والمقيم بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة. كما أشكر أيضا مصورنا الليلة قناة المهندس أحمد الجعبري. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.